النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شربت تتبع موضع فمها في الإناء، فوضع فمه موضع فمها ليشرب من الإناء. تقول: وكنت أتعرق العرق، يعني ما يكون مع العظم من اللحم، فتتعرقه بأسنانها، تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبع مواضع أسنانها من هذا العرق لكي يأكل منه ويضع أسنانه مكان أسنانها صلى الله عليه وسلم. هذه بيوت طاهرة زاهرة، بيوت مستقرة، فيها المودة، فيها الرحمة، فيها المحبة، فيها الألفة، ليس فيها جفاء ولا خشونة ولا جدال ولا عراق ولا صراخ ولا نزاع ولا شجار. بيوت هي البيوت التي هي السكن، وليست بخلية النحل التي يدخل المرء فيها يده فيصيبه ما يصيبه، مع أن لسع النحل دواء وشفاء. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.